الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الله سمع الله لمن حمده اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم داوي جرحاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم وشاف مرضاهم وانصرهم على من عاداهم اللهم احفظهم بحفظك الذي لا يرام إنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك اللهم اجعل لهم فرجا قريبا ونصرا مبينا اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وألقِ الرعب في قلوبهم واجعلهم وعدتهم وعتادهم غنيمة للإسلام والمسلمين اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم خرب ديارهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا قوي يا متين اللهم